Now move to a second objective. ننتقل إلى الهدف الثاني وهو حل التمرين الخامس من في كتاب نشاط صفحة 21، وهو طبعا هذا التمرين مهم جدا جدا حول القاعدة الماضية. يتكلم عن أدوات النكرة والمعرفة أو لا أداة. Okay, exercise 5 from activity book page 21. Okay, let's start. أول نبدأ. Complete the text with a, the, or nothing. إذا أكمل هذا النص إما ب a أو ذا أو لا شيء. أوكي، إما أداة نكرة أو ذا أو ال للتعريف أو nothing أو لا شيء. Yes. أوكي، الجملة الأولى I'm going to tell you about city called حما. أنا سوف أخبركم حول مدينة تدعى حما. Yes. Yes. تسنيم. أستاذ أ. برافو أحسنتي. A city. A city called حما. إذا المدينة تدعى حما. إذا هنا نكرة. ذكرت لي أول مرة أوكي وبالصفة المفرد فنستخدم أداة النكرة A city مدينة تدعى حما. إن أوكي نكمل إن west of Syria في غرب سوريا أو الغرب من سوريا. أستاذ ذا بالفراغ الثاني ذا. صحيح. إذا the west of Syria. The west of Syria الغرب من سوريا. طبعا السبب لماذا استخدمنا ذا the west of Syria الغرب من سوريا هنا اسم منطقة. إن نحن مع الأسماء المناطق والأقاليم والبلدان المركبة نستخدم ذا. Yes. Okay. Thank you. اللي بعده. جميل بعده. It is city. إنها مدينة. City with lots of beautiful old houses. طيب. إنها مدينة. طبعا انتبهوا ولا هون. ممكن بعض يقول الأستاذ هون تكرر الكلمة city تاني مرة. It is a city مدينة with lots of beautiful old houses. أبرار مصطفى. يس أبرار. ستي ذكرت للمرة الثانية فمنقول ذا. أوكي ممكن هلا يعني هي الأصل نقول ذا لكن هنا نقول a city. يعني هنا بالحل في الكتاب حاط الحل هو واضع الحل a city إنها مدينة with lots of beautiful old houses. طب هون القاعدة ممكن تقول إنه تمام ركزوا معي هلا هون البعض ممكن يقول إنه الكلمة city مدينة تكررت مرة ثانية لكن هنا يعني يريد أن يعطي يعني كيف نقول تطبيق لكل القواعد التي سبق ذكرها. تمام يعني أدوات النكرة ليس فقط تستخدم عند ذكر الاسم لأول مرة ممكن نستخدمه لذكر مثال من ضمن عدة أمثلة. فهنا يقول it is a city إنها مدينة with lots of beautiful old houses مع الكثير من البيوت يعني تحتوي على الكثير من البيوت القديمة والجميلة. طيب هل مدينة حما هي المدينة الوحيدة التي تحتوي على بيوت قديمة جميلة أم أنها مدينة سورية من ضمن عدة مدن أخرى؟ أوكي هون إحنا هذا بدنا نوصل لهذه النقطة. أوكي فاستخدمنا أداة النكرة لهذا السبب في هذا المكان. أوكي أوكي الفراغ الرابع you can move around تستطيع أن تتجول. أوكي سيتي المدينة نعم هنا تكررت المرة الثانية. يس وعد محمود. نعم تفضل. يس أستاذ بنحط ذا. تمام أحسنتي ذا سيتي. تمام برافو. إذا you can move around the city تستطيع أن تتجول حول المدينة on your own two feet على قدميك يعني مشي على الأقدام or by فراغ كار سيارة أو بالسيارة. إس لطيفة محمد ناصر تفضل. أستاذنا نحط آ. نضع آ هنا. A car by a car. نعم أستاذ a car. طيب نحن عندنا بعض الأسماء طيب نحن عندنا بعض الأسماء لا تستخدم لا نستخدم معها أدوات لا نكرة ولا معرفة. أوكي. هذا ما في شيء. نعم. إذا لا نستخدم هنا أداة، أوكي؟ هاي من ضمن الأسماء التي لا تقبل أو لا تأخذ أداة. مثل يعني مثل كلمة احترد معنا مثلاً بيبل ناس توريس سياح سكول مدرسة، أوكي؟ هوم المنزل. أعطيناكم مثال مثلاً I go to school أذهب إلى المدرسة، أوكي؟ لا أقول to X school or to the school to school، أوكي؟ إذا فهذه من ضمن الأسماء التي لا تأخذ أدوات نعم أو أداة.
طبعا الامتحان هو هي السؤال، هي السؤال هو اختيار بين قوسين، مثلا يضع اما او ذا مثلا، اوكي، ونختار الاداه الصحيحه اوكي في هذا التمرين. اوكي نو سؤال ممكن تساعدنا انه ليش ما بنحط شيء؟ ما فهمت على السوا. طيب نرجع من هذه الملاحظه الاخيره، الأداة هنا لم نستخدم أداة باي كار، يعني نقول باي كار فقط لا نضع أداة. في بعض الأسماء في اللغة الإنجليزية، أنا لا أقول كل الأسماء أو معظم الأسماء، بعض الأسماء أوكي لا نستخدم معها أداة لا نكرة ولا معرفة، أوكي، وأتوقع هي أسماء غالبا تكون يعني أسماء كثيرة الاستخدام، أوكي، مثلا كار السيارة فنقول باي كار، وأيضا لسهولة اللفظ. لكن ممكن الأسماء لا نستخدمها على الأدوات، بعض الأسماء أنا أعطيكم ثلاث أسماء هي وضفت اسمين خارج منهاج، لكن الكار سيارة، بيبل ناس، توريس سياح، أوكي هي راح يعني إن شاء الله راح أيضا تذكرها معنا لاحقا في نهاية الحلقة الست الوحدة، أوكي. إذا كار سيارة وبيبل وتوريس، أوكي، هذول ثلاث كلمات لا نستخدم معها أدوات، فنقول باي كار بالسيارة. مثلاً نقول I go to school، أذهب إلى المدرسة. To school، إلى المدرسة. لا أقول هنا لا ولا ذا مثلاً. تمام؟ تمام أستاذ، بس هون عم بيقولوا ذا يعني التعريف مثلاً، ما بيصير منقول السيارة. تمام، هنا تتميز اللغة العربية عن اللغة الإنجليزية. اللغة العربية يعني إذا صار اسم معرف ليس بالضرورة أنه نحن نترجم ترجمة حرفية، ونفس الشيء باللغة الإنجليزية. فهنا نحن نتكلم عن اللغة الإنجليزية، لا نتكلم عن اللغة العربية، ما عم نترجم بحرفيتها. اللغة العربية طبعا نقول بالسيارة، يعني نستخدم الآلة التعريف باللغة العربية، لكن اللغة الإنجليزية تختلف أكيد. هون بتبلش بقى الاختلاف بين اللغتين، ننتبه. نعم. Okay, now let's take down and for the assessment question. سؤال تقييم. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. I'm going to tell you about a or the city called Hama. Yes. مثلا هكذا يأتي السؤال. مريم عوض. As a city. أحسنتي. A city. Bravo. أحسنتي. نعم. هذه الجملة الأولى في التمرين الماضي. نعم. أخبركم أو سوف أخبركم حول مدينة. About a city called Hama. حول مدينة تدعى حما. يعني هنا ذكرت لأول مرة كما ذكرنا. فاستخدمنا أداة النكرة.